لطالما كانت حلب تتغنى بحرفها وصناعاتها التي تحمل طابع الأصالة والعراقة على مر العصور. واليوم تشجيعاً لهذه الصناعات في شهر رمضان المبارك، افتتحت غرفة تجارة حلب بالتعاون مع مجلس المدينة مهرجان رمضان الخير للتسوق العائلي في سوق طريق الحريرة، حيث تضمن عدد من المحال التجارية بأسعار منافسة وتشجيعية للمواطن خلال الشهر الفضيل. بعد انتصار مدينة حلب تعود حلب كعادة سابقة، وهذا نحن اليوم نتجول في أسواق سوق حلب، واللي عم نشوفه شيء بيرفع الرأس، وانتقينا مع فعاليات كبيرة وأصحاب محلات، شفنا في بضاعة عم تنتج، في صناعيين صمدوا خلال هذه الأزمة، وحاليا في تصدير عم تصدر، تفاجأت انه في تصدير للبنان. غرفة تجارة حلب ومجلس مدينة حلب بالتشاركية مع بعضهما البعض من خلال إحداث شركة أسواق حلب أقامت هذا السوق المؤقت لأخوتنا التجار لكي يقومون ب تعويض عن محلاتهم المدمرة إلى أن يتم إعادة تأهيلها ويتم عودتهم إلى محلاتهم الأصلية. شهر التسوق في رمضان شهر الخير، في هذا الشهر الفضيل الذي آل على نفسه أصحاب المحلات التجارية أن يقدموا منتجاتهم بأرخص الأسعار وأن يتحملوا مسؤولياتهم لتأمين مستلزمات واحتياجات المستهلك خلال فترة شهر رمضان المبارك. مهرجان الخير يعتبر مصدر مهم لدعم التجارة الداخلية والخارجية، بما يعود على حلب بالنفع الاقتصادي وإعادة نبض الحياة فيها. إن شاء الله نرجع نفعل الصناعة السورية وخاص ناس الصناعة الحلبية لحتى توسع بكل العالم إن شاء الله. حلب إن شاء الله تعالى ستعود مثل ما كانت إن شاء الله أحسن، تعود إلى تألقها وإلى صناعتها. الحمد لله الأسواق كويسة والأسعار منيحة، ورجعتنا عنيك لأيام أول أسواق مثل أسواق المدينة وهالترتيبات هاي، والحمد لله على الأمن والأمان أهم شيء. عم بيرجعونا النبض لحلب، هاي أحلى شيء إنه جانا عم نحس إنه حلب نقدر نعيش فيها مرة تانية. شكرا لكل حدا عم بيساهم بهذا الشيء ولكل حدا عم بيخلينا نرجع نحس إنه نحن الحلبية عايشين. يذكر أن مهرجان رمضان الخير مستمر حتى عيد الفطر المبارك ليشكل مرآة لعودة الحياة إلى حلب بفضل انتصارات أبطال الجيش العربي السوري.